لك لإرشادي إلى عش طيور العنقاء يا سبايك. لا شكر على واجب راريتي، ثم إنني أردت زيارة بيوي. لقد كان مخلوقاً لطيفاً جداً، لا أصدق أنك أطلقت سراحه. طيور العنقاء لا تراوض بسهولة، ثم إنها تحب العيش في الطبيعة. حسناً، إنها جميلة جداً، وربما كانت بضع ريشات ستضفي لمسة ولوناً رائعاً على سبايك. ما الذي تفعله؟ لا شيء. أهناك خطب ما في وجهك؟ إنها حرشفة حجرية، ليست مميزة كحراشف زعيم التنانين. إنها حمراء وتحكني ومحرجة أيضاً. أوه أيها المسكين، واضح أنها تزعجك. حتى أنا تظهر لي بعض البثور بين وقت وآخر، لا داعي لأن تخجل بها. تستطيع زيارة زاكورا لتساعدك، إذ إنها تعد مرهماً مذهلاً، ولكن لا تجرب الصابون. والدة بيوي؟ ولكن أين بيوي؟ أوه ربما انتقل، فحين يكبر يترك العش. بيوي، كلما أسرعت في زيارة زاكورا كان أفضل لك. أنا لا أريد أن يراها أحد، ثم إنها ستزول بعد أن أرتاح هذه الليلة. لا تزال نائما إلى الآن؟ سأصحو بعد 5 دقائق. إننا في الظهيرة، هيا انهض وساعدني في تحضير الدروس. الظهيرة؟ لقد نمت كثيرا، تذكرت؟ لا شك أن حرشفتي قد شفيت. غيرت رأيي، يمكنك أن تعود إلى نومك؟ يا مهرتي يا مهرتي، مهرتي الصغيرة، سألت عن معنى الصداقة. مهرتي الصغيرة، محبة قوة علاقة، مغامرات لعب مرح، قلب نقي لتكون فرح، هي الرضا هي العمل، وهي تطفي وسع الأمل. يا الصداقة حب يسري على مهرتي الصغيرة. سبايك ماذا تفعل؟ أختبئ من وجهي القبيح. لا بأس عليك يا سبايك، لن تبقى البثرة، ستزول قريبا. سهل عليك قول ذلك، فوجهك ليس مغطى ببقع. آثار النمو. كنت أمرض مثلك أيضا كلما حان وقت الامتحان لدى سيليستيا. أظنها لم تصب بالبثور في حياتها. ليس لدي امتحانات. لا، ربما بسبب بعض الضغوط. ألم تمضي نهار أمس مع راريتي؟ لا أظن أن هذا هو السبب. اذهب إلى زاكورا، فهي تعد مرهما. أهم هذا، سأذهب، ولكنني لن أغادر القلعة إلى أن تتحسن بشرتي. حسنا، هيا ساعدني الآن على تحضير دروس اليوم. حسنا. سنتحدث اليوم عن الكرم والعطاء وأهميته في علاقات الصداقة. أوراقي! لا أعلم ما حدث، لقد شعرت باضطراب في أمعائي. أنا آسف جدا. لا بأس، أظنني سأعيد كتابتها ثانية، ستأخذ وقتا. دعيني أساعدك على... ربما عليك أن تغادر القلعة الآن وعثر على مكان لا يحترق. مرحبا أيها القبيح. سبايك، أراك تبدو في كامل أناقتك الآن وغامضا أيضا. كثيرون سيؤيدون كلامي هذا. شكراً. ما رأيك أن تخلع النظارة؟ لا، فأنا لا أريد أن ترى وجهي هكذا. معذرة، عليك أن ترفع صوتك، أظن أن أذني مسدودة اليوم. أنا أحتاج إلى عارض لزي طائر العنقاء، ولكن لم أعثر على أحد إلى هذا اليوم.
المعذرة راريتي، إنني اليوم مشغول بقيادة الجولات في المدرسة. حقا؟ ظننت اليوم دوري في الجولات، ما يعني يوم إجازة. الصفوف هناك، والسكن هناك، ومكتب التويلايت هناك، وهذا ينبوع. أرجوك، أيمكنك أن تبطئ قليلا؟ فقد أتينا من بعيد لنزور المدرسة ونريد أن نراها بعناية. حسناً، عذراً. أهناك مشكلة؟ ماذا؟ أين؟ لا. هل كل التنانين في المدرسة يعانون مشكلتك؟ لا أعلم. ماذا؟ أنا لا أعلم. أنا لم أفهم، هل قلت ليس لدي أي قلم؟ قلت لا أعلم. هذه مكتبة المدرسة، أكثر الأماكن سكوناً في بناء المدرسة، حيث ينعم الطلاب بجلسة هادئة لدراستهم. ما الأمر؟ أيمكنك أن تخفض صوتك؟ نحاول أن ندرس هنا وأنت تشتت أذهاننا. هل صوتي مرتفع؟ أجل، صوتك مرتفع، مرتفع جدا. لا فكرة لدي عما تتحدث. الاختباء فابذل جهدا أكبر. لحقت الدخان فعثرت عليك هنا. اتركيني. ماذا؟ قلت دعيني، دعيني وحدي. لا أفهم شيئا، أقلت أطعمني وشدني؟ لقد قلت اتركيني. مذهل، رأيت حالة نمو سيئة جدا بين التنانين، ولكن حالتك أسوأ منها بكثير. نمو؟ أجل، نمو، حراشف حجرية مؤلمة جدا، تجشؤ النيران وفقدان التحكم في طبقة الصوت، إنها أعراض نمو التنانين. لا تقلق. أنا آسفة. لا أريد هذا، في آخر مرة صرت بشكل وحش جشع مخيف. تغيرت بسبب الجشع، ولكن هذا مختلف. فالنمو أمر طبيعي جدا، جميع التنانين تمر به، وعندها يمكنك أن تبني عشا لنفسك. ولم أفعل هذا؟ قل لي، أكنت تعيش مع المهار طول حياتك؟ أجل. حسنا، في بلاد التنانين يطرد التنين من منزل والديه عندما يكون مثلك. ماذا؟ لماذا؟ هذا لكي يعتمد على نفسه، وندعوها آثار النمو. ثم إنني لم أخبرك عن الرائحة بعد. ماذا؟ أجل، أعني أنا أحب أخي كثيرا، ولكنني هربت بسرعة حين شممت رائحته. أراك فيما بعد. لا. هل يصاب المهار بعلامات النمو؟ أخبرتني تويلايت أن أغادر القلعة هذا اليوم. أين سأعيش إن هي طردتني؟ فأنا لا أزال صغيراً. أنا واثق بأنك ستجد جبل مجوهرات لتحميه، أو قرية لترعب أهلها. وبعد أن صرنا صديقين للمهار لم يعد هذا الخيار متاحاً. إذن لن يقترب أي مخلوق مني؟ لم أقصد هذا، ولكن الرائحة ستحضر المفترسين، وديداناً وأفاعا وصقوراً. التنين يخاف الصخور؟ صاد، قاف، واو، راء، صقور، إنها طيور عملاقة ترى في التنانين وجبة للتحلية. إذن سأطرد من قلعة التويلايت وسأجلب المخلوقات التي تريد أن تأكلني. بصراحة لم أسمع ما قلت. سأطرد من قلعة التويلايت وسأجلب تلك المخلوقات التي تريد أن تأكلني. تهانينا. أين سأذهب؟ أخاف أن أذهب إلى التويلايت فتطردني. أهناك دواء لأثار النمو؟
إذن يتعلق الأمر بالأمراض. لدي أدوية كثيرة، ولكن أثار النمو حال مختلفة. إنها ليست مرضاً كما تظن. ألديك علاج لحالتي هذه؟ الأعراض التي لديك ليست مرضاً لأعالجه، بل هي مرحلة عليك تحملها. ولكن إن رآني أو شم رائحتي أي مهر فسيشمئز ولن يقترب مني ثانية. ربما يمكننا أن نخفف من حدة الأعراض، والأهم من ذلك كله أن نخفي رائحة حراشفك. إنه أمراً محرجاً جداً. أعلم أنك تتحدث، ولكنني لم أسمع شيئاً. هل قلت إنك مهرج أهوج قليلاً؟ قلت إنه أمراً محرجاً جداً. إن كان هدفك ألا تنفر أصدقائك من حولك، فالواجب علينا أن نبدأ بحنجرتك. غير معقول. زاكورا، مرحباً، هل أنت هنا؟ لا يجوز أن تراني راريتي في هذه الحال، أرجوك لا تخبريها بأنني هنا. عزيزتي، أظنني أتكلم بصوت عال جداً، أليس كذلك؟ لقد واجهت اليوم أصواتاً مرتفعة كثيرة، وأنا مستعدة لمساعدتك يا عزيزتي. عذراً؟ أنا لا أستطيع سماع ما تقولين، وأمل أن تتمكني من مساعدتي. ليس لدي أي فكرة عما حدث، كنت أخيط ريش العنقاء ليكون زينة لثوب، وبعد ذلك لم أعد أستطيع سماع صوتي. إن ريش ذلك الطائر قد يؤثر في سمع المهار، وقد عالجت مثل هذه الحال قبل سنوات. أعلم بأنك تتحدثين لأن فمك يتحرك فقط. يا إلهي، أرجو أن تكون هذه الرائحة تخص إحدى الخلطات الدوائية التي هنا. أرجو أن لا تكوني مشغولة، لأنني يجب أن أستعيد سمعي، فأنا أتحدث إلى نفسي في أثناء الخياطة، ولا أستطيع التفكير بغير تلك المحادثة. إنه علاج بسيط، وأظن التعليمات واضحة. ضعي قطرة أو اثنتين في كلتا أذنيك. شكراً لك، لقد أنقذتني. بما أنني موجودة هنا، هل أجد عندك مرهم بثور؟ لأن سبايك لديه مشكلة في حراشفه. مشكلة كبيرة جداً. لقد سمعت شيئاً ما. ها قد بدأ تأثير دوائك. المرهم الذي تريدين في ذلك الاتجاه، إنه علاج شائع ويناسب جميع المخلوقات. شكراً يا زاكورا. لا أقصد أن أكون فضة، ولكن أظن أن كوخك يحتاج إلى التهوية قليلاً. لقد ذهبت راريتي، في إمكانك أن تخرج. ويسرني أن نكمل جلستنا هذه في الخارج. لا أستطيع معالجتك وأنت مستلق هكذا، هيا اخرج. ما من مهار هنا؟ لا أختبئ من المهار، أنا أختبئ من هذا هناك. تنجذب الوحوش إلى الرائحة، أتعلمين؟ سأضيف هذا الأمر إلى قائمتي، ولكن لا وقت للنقاش الآن، علينا أن نهرب بسرعة. إنه يلاحقني، هيا اذهبي واطلبي المساعدة. من هنا أيها الطائر، هناك تنين لذيذ يمر من هنا. حسناً، لا أظنها فكرة جيدة. لا تختبئ على الشجرة، عليك أن تنزل إلى هنا، فلديك فرصة أكبر للنجاة على الأرض. زاكورا، أعدها إلى هنا. سبايك، ماذا تفعل هنا؟ راريتي، عليك أن تهربي، هناك صقر عملاق يريد أكلي، وقد أخذ زاكورا. حسناً، ماذا؟ لقد كنت عند زاكورا منذ قليل، وسأعود إليها. لا أستطيع قراءة تلك التعليمات. قطرتان مرة واحدة أم قطرة واحدة مرتين؟ ليس لدينا وقت لنطلب المساعدة. أجل، لكن أذني مسدودتان تماما. سبايك، أنت
مغطى بحراشف كثيرة. أوه لحظة، لدي المرهم المناسب. ها هو. تمنيت لو أنك استطعت الهرب من هذا الطائر. نحن الآن عالقتان معا في مخلب واحد. ماذا؟ اتركي المهرتين من مخلبك، دعهما. سبايك، ما الذي تفعله؟ لو لم تكن حراشفي تحكني بشدة ولم نكن في خطر لشعرت الآن بحرج كبير. خطر؟ كنت ذاهبة إلى زاكورا لأحضر لك علاجاً، لم أكن أعلم بأنك على وشك أن أؤكل، فرائحة حراشفي تجذب الوحوش. حراشفك؟ تويلايت! هل هذا صوت راريتي؟ وزاكورا أيضاً، حاولت إنقاذهما ولكنني لم أستطع التوقف عن الحك إلا لأتجنب هجومه. إنها ليست المرة الأولى التي أعلق فيها بمخلب مخلوق عملاق، ولكنني لم أعتد هذا الأمر. وأخيراً، ظننت أن الحكة لن تفارقني. ماذا يحدث؟ لا أستطيع. حدث؟ هل نما لي جناحان؟ لقد نما لي جناحان. علي المساعدة. لا 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 لا. صعب. سبايك، كيف حصلت على جناحين؟ لا أعلم، إنهما رائعان. أتستطيع أن تطير أمامه لتشتته إلى أن أحررهما؟ أيها البطريق العملاق، إن كنت تحب التنانين فحاول أن تمسك بي. مرحبا. أعلم أن نمو التنانين يجلب المفاجآت، وأنا سعيدة لأن المفاجأة كانت جناحين مذهلين. أنا سعيدة لأنك حصلت على جناحين. كان هذا مذهلاً، لم أعلم بأنك ستحصل عليها. أنا سعيدة لأجلك. ألهذا علاقة بالنمو الذي تحدثت عنه؟ هذا ما كان يحدث لي. الحكة ونفث النار هذان من علامات نمو التنانين وأنها ستكبر. ليتني أستطيع إيقافها، ولكن لا أستطيع. علي الرحيل. رحيل؟ ما الذي تقصده؟ عند التنانين يطرد التنين من منزل والديه، هذا نتيجة النمو. لسنا في بلاد التنانين، ولا أهتم لآثار النمو، ولا أريدك أن ترحل إلى أي مكان. ولكنني أكبر، ما العمل لو ساءت الأمور أكثر؟ من الطبيعي أن تكبر، ولكنك ستبقى أنت، ومهما حدث فسنتجاوزه معا. هيا إلى المنزل. ليس علي أن أحملك بعد الآن، صحيح؟ لديك جناحان. لن أتعبهما، فما زالا جديدين. لا
أصدق أنك ظننت أننا سنطردك بسبب آثار نموك يا سبايك. حتى لو كانت رائحتك مزعجة قليلاً، أعترف بأنها لم تكن رائحة تطاق، لكن لن نتوقف عن الاهتمام بك لأنك تكبر. الجميع يتغيرون، وأحياناً يكون التغير رائعاً، مثلاً أن تكون قادراً على ارتداء أي زي. هل ارتفعت قليلاً؟ يسعدني أن أساعدك، ولكن ألا تظنين أن الطيران مذهل في مجال آخر؟ بلى يا عزيزي، فالطيران يساعد على خياطة الأثواب والمعاطف والتنانير وغيرها.